السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروست. في فيديو جديد من فيديوهات القناة إن شاء الله. النهاردة ده تكملة لدرس الأفاين ترانسفورميشن. خدنا المرة اللي فاتت في الأفاين ترانسفورميشن خدنا مثال على السكيلينج والشيرينج والماتريس بتاعتهم بتبقى عاملة إزاي، أشكالها بتبقى عاملة إزاي، وخدنا ضرب نضرب الماتريكس بتاعنا في الصورة باللوار بقى فاين. كانت دي الطريقة اللي هي صعبة شوية، يعني صعبة شوية ان انت بتدور على الماتريكس بتاعتك ان انت بتضربها في الايمج. قلنا النهاردة نشرح الطريقة السهلة اللي هي انت مش محتاج ان انت تعلم عن الماتريكس بتاعتك، انت بس كل ما عليك ان انت هتديله النقط اللي في الايمج بتاعتك، والنقط انت عايز النقط دي تبقى فين في الريزولت، في النتيجة بتاعت الايمج، في النتيجة بتاعت الايمج دي، وهو بيحسب لك الماتريكس اللي هتعمل كده. يعني مثلا ايه، انا مثلا مديله هنا صوره، فاهم؟ فانا بديله شويه نقط في الصوره وبقول له مثلا ايه، يعني مثلا اللي هي الاوريجين فول اللي هي الصفر وصفر دي انا عايزها مثلا تبقى هنا، والنقطه دي تبقى هنا، والنقطه دي تبقى هنا، وبيحسب لي هو الماتريكس بتاعته، هي بيحسب لي هو الماتريكس دي اللي بتخلي الايمج تبقى عامله كده، وبيرجع لي الماتريكس دي بعد كده بعمل لها 4 افاين بالطريقه العاديه عادي. لو كده تعالى ناخد مثال. مثلا عندنا احنا المثال ده مثلا ايه، احنا انا قرينا الايمج بتاعتنا، بعد كده بنعمل لها ريسايز. الايمج بتاعتنا كبيره شويه فاحنا بنعمل لها ريسايز. هو المثال بتاع اوبن سي في ده هو الموجود ده، انا واخده هو بناخد هنا من ريزولت نقول ايمج دوت كوبي بلانك، بناخد بس اللي هي الدايمنشنز بتاعت الايمج. بعد كده هنا بقى بنعمل اتنين مصفوفتين من نوع بوينت اف. بوينت اف نوعها بوينت اللي هي فلوت بوينت، بوينت من نوع فلوت. واحده الاس ار سي اللي هنا، انا هنا انا بحدد النقط اللي انا هتبقى هتتحول لايه، فاهم؟ فانا بقول له هنا النقطه اللي هي صفر وصفر، واحدد هما بيبقوا تلات نقط في الافاين ترانسفورميشن. انت بتحدد تلات نقط وبعد كده بتحدد النقط دي هتبقى فين في الايمج، وهو بيحسب لك الماتريكس اللي هتعمل العمليه دي. صفر وصفر هنا، بعد كده بقول له ايمج دوت كولز ناقص واحد وصفر عشان اجيب له اخر نقطه على اليمين خالص، وبرده بجيب له هنا اقل نقطه تحت اللي هي ايمج صفر وايمج دوت روز سالب واحد. هنا بقى انا بقول له هنا ايه، بقول له هنا انا عايز الصوره بتاعتي، يعني انا عايز البوينت اللي هي 0 0 هتبقى فين، انا عايزها تبقى في الكوردينيت 0 والاكس ب 0 والواي هتبقى ايمج دوت روز مضروبه في 33 من 100. انا عايز اللي هي البكسلايه دي اللي هي 0 0 دي هتبقى هنا، تبقى في الاكس اللي هو ب 0 والواي هتبقى في تلت الوايات تلت الروز. وعايز الايمج دوت كولز سالب واحد تبقى في الايمج دوت كولز في 85 من 100، ده انا عايزها في تلات ارباع الاكس وفي ربع الواي، وكذلك برضو مع اخر نقطه اللي هي النقطه التالته دي انا عايزها في ربع الاكس و9 من 9 من 9 من 10 مضروبه في الايمج دوت روز، عايزها في اخر الروز يعني. بعد كده بعد ما انا بحدد النقط اللي انا بتاعتي خلاص حددتها، في هنا ميثود اسمها جيت افاين ترانسفورم، دي بترجع لي الماتريكس اللي هتشتغل انها تحول الاس ار سي للديست. بديها اتنين برابطه الاس ار سي والديست اللي هي النقط بتاعتي، بترجع لي كام من مات ام، ممكن انت تاخده كماتريكس مفيش اي مشكله، ممكن هنا تكتب هنا ايه ماتريكس، عشان كنا بنستخدم الماتريكس على طول هنا، دول هنا الدبل عندي مفيش اي لا عفوا ده متاخدش مات، تاخد ترجع مات بس، انها نت فانكشن ملهاش هنا في الامبو سي بي. طب خلاص مش مشكله، انت ممكن تعالي تحولها بال، لو انت عايز تشوفها وكده. تقريبا المات دي تقريبا بتبقى صعبه شويه ان انت تشوف الحاجات اللي فيها، لو عايز تشوفها تشوف القيم اللي فيها تحولها للماتريكس دبل عاديه ان احنا بنتعامل بيها عادي. فانت كل ما عليك بس ان انت بتعلن عن ماتريكس جديده اللي هي ماتريكس نوع دبل،
طبعا 2 في 3 لان ده افاين ترانسفورميشن. ترانسفورميشن بعد كده في دالس في اللي هو الكيان اللي اسمه مات اسمها كابيتو. انا بنسخ البيانات اللي في الماتريكس الام بنسخها لي الماتريكس اللي هي المودي عشان اقدر اشوفها وبتاع، لان الماتريكس الام ما بتقدرش ان انت تشوف القيم اللي جواها الا يعني ايه صعبه شويه، هتضطر ان انت تلف لفه كده بس ايه احنا في غنى عنها يعني. الماتريكس طبعا اسهل كتير في التعامل. فاحنا لو حطينا برضو هنا المو هنا برضو مكان الام في الورب افاين هتشتغل برضو عادي. تعالى كده بقى هنا من رن، هو عمل رن هنا اهو، دي الصورة بتاعتي اللي هي الصورة دي ودي النتيجة اللي انا عملته. لو رحنا هنا كده رجعنا على الكود شوية، احنا قلنا له هنا حددنا 3 بوينت اللي هي البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي، وقلنا له هاتها في البوينتس دي اهو، حددها فعلا الثلاث بوينت هنا، جاب اللي هي الاوريجن جابها شويه هنا في تلت الوايات والاكس زفر صفر وظبطها يعني. فده الشكل اللي طلع من نتيجه اللي احنا عملناه هنا، البوينتس اللي احنا حددناها. ممكن ما يطلعش معاك الشكل ده لان هو لو انت حددت شويه نقط صعب على الافاين ترانسفورميشن، يعني مثلا لو انت مثلا ايه ممكن ما تطلعش باللي انت متخيله، يعني هي بتبقى الافاين ترانسفورميشن زي ما انا قلت لك احنا بنشتغل دلوقتي ب 2 دي، في البرسبكتيف بقى ان شاء الله هنشتغل ب 3 دي، لكن في ال 2 دي انت ممكن في نتائج هي مثلا دي سهله شويه لان احنا بنقول له بس ايه بنحدد له نقط سهله شويه، انت بتقلل شويه في الاكس وتزود في الواي وبتاع. فهو ايه يعني ادرك ان انت عايز تعمل هنا شيرنج، احنا هنا بنقول له اعمل شيرنج، فهو ادرك كده. بعد كده ايه راح عمل ترانسليشن شويه كده، لو احنا عايزين نترجم هو عمل ايه، هو عمل شيرنج للصوره، بعد كده عمل سكيلنج شويه صغرها شويه، بعد كده عملها روتيشن بعكس العقارب الساعه كده. فهو ده يعني اللي استنتجه من اللي احنا عملناه هنا، ان احنا بنقول له حول دي لدي، فاحنا هو بيستنتج حاجه معينه احنا قصدنا ان احنا نعمل ايه. طبعا ممكن يغلط في ساعات يعني بيغلط. فبس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، ارجو يكون الفيديو نال اعجابكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولو انا ما عجبكش ليه عندك اي استفسار عن اي حاجه صعبه شويه يا ريت تراجع برده الموقع بتاع اوبن سي في، لو كتبت كده على جوجل افاين ترانسفورميشن اوبن سي في هتلاقي شرحه برده وافي، هتلاقي المثال برده احنا محاولين بس المثال ده من اوبن سي في لامجو سي في، فاقراه يعني لو انت حابب يعني.